اليوم واحد كتشد داخله واحد الحديثه اللي تعمد سياسه ديال الفتيات كتطرح اعمار ديالهم بين سنوات 18 سنه. كانوا عندنا جوج ديال الحالات ديال كل تروماتيزي كيتون كغار تخما توغاتيك تخما كرانيا. وعندنا اكتويلمون واحد الحاله كاينه دابا في بلوك ديال المستجلات بلوك ديال جونس المستجلات ستانيماتور كاديرال الحمد لله كاين روشيرجيا افيك ان ايكيب ميديكال سبيسياليزي واقفين على هاد الحالة هادي على هاد لانترفونسيون. كاين بوليتروماتيزم سامبل تروماتيزم براكيال ولكن الحمد لله بالمعدات اللي عندنا تمكنا بان نقدم الاسعافات مستعجلة في لاصال ديال التجوكات في لاصال ديال سوان انتونسيف يعني تعتقد هاد الحالات بحال هكدا اللي كاين دابا اكتويلمون كتشكل خطر اللي عندها كاين امور سيريبغال. هذيك الحالة كانت ديجا في لو ليو سينيتر ديال لاكسيدون كانت الحالة تما كانت زعما خطيرة مكانش امكان زعما تعتق لان الحدة ديال لاكسيدون هي اللي خلات السيدة دير امور سيريبغال. بالنسبة للحالة الاخرين كلهم راه ايسون بخي اون شارج دي فاسون تخي زعما دو فاسون سوفيستيكي كاين كاع جميع المعدات المناسبة زعما لاحتواء هاد الحالات. جاكم شي مسؤولين اليوم على حسابك؟ اليوم الحمد لله جاو عندنا الشريك الاول اللي هو الجهه وقدموا لنا تما المساعدات المعنويه وتا هما كانوا بغاو يدخلوا والحمد لله ديجا عندنا زعما البلاطو تكنيك زعما كيكون ديال هاد لوتيلي دي زانترفونسيون مي الحمد لله كاين دعم معنوي وكاين كذلك الاسعاف وكاين الاسعاف ديال الوقايه المدنيه اللي هما اللي زعما تحملوا ديال تاع نقل دوك الحالات. وكاين كذلك الشرطه حتى هي اللي واقفه على التنظيم دونك كلشي لي بارتنير الحمد لله كلهم واقفين كلهم ضامنين لان هذا الحادث كيهم زعما الجهه كامله كيهم المدينه كامله هي الحمد لله كاين زعما تدافق على جهود جميع الشركاء باش يوقفوا هاد الحاله اللي زعما متساويه اليوم اللي همات هاد البنات سته ديال الفتيات في طور التمدرس مستشفى جوي الحسن الثاني يظهر هذا الحادث الأليم اللي حصل اليوم مدينة الطاقة واللي كان ضحيته ست تلاميذ من مدينة الطاقة وجينا باش نشوفوا من هاي الوضعية الخاصة التنسيق طبيعي حالا مع المستشفى وحسب التصريحات اللي صرحت بها مديرة مستشفى جهود الداخلة هناك حالتين داخلين في العناية المركزة وهناك أربع حالات اللي لا تستدعي وضعية مستقرة ونحن دورنا مثلا باش جينا باش نعايروا هذا الماكسيموم ونشوفوا طريقة التعاون مع المستشفى في استشفاء هذه الطلبة. واحد جارتنا هي اللي جات علماتنا قالت لنا نوضوا بنتكم دارت كسيده هي وشي بنات اخرين سته هما تبقى وحده مشينا تنجريو تلقاو الطفيلات هما سته مرميين تما في البودرون مكتوبه بالشتي بايا واحد الحاله ما تقدش تشوفها والطوموبيل ضربهم ما كاينش ترانسبور والحاصل دوك التيسوكو الترانسبور تنطلبوا منهم يعطوهم شي تعليمات ما يبقاوش يمشوا بهذيك السرعه لان هذيك الضربه اللي ضربات هذوك البنات مساكن الكركاس ديال الطوموبيل بقى مشتت تما لان شوف هالكركاس تشتت علم الله هذاك بنادم اللي جات فيه مسكين هذيك الدقه كيفاش غيكون شحال من واحد الدريه سته في دقه واحده. شنو الحالات ديالهم دابا شنو وقعكم الحالات ديالهم هذيك الطفيله بنتينا فاطمه الزهراء الحافظي وواحد الطفيله اخرى ما عرفتش السميه والكميه ديالها باقيين في خطر هذيك الطفيله بنتينا مهرسه من يديها ومن رجلها وراسها الكركاس مضروبه فوق في الجهبة دي هاد الجبهة هنا خيطوها ليها هنا ما خيطوهاش قال لك حتى تعقل ديرها له كشي شي المهم قال لك الصدر عندها فيه الدم خصنا نحاولوا نحيدوا هذاك الدم اللي في الصدر
والريه ديالها قال لك كاينه العصا بزاف. قال لك الا كانت عندها شي حاله خطيره ما عندناش ليها هنا باش نعالجوها غادي نصيفطوها للداخل لوزاره الجهه مع الصباح. وقال لك اودي الا كانت عندهم شي حاجه خطيره نصيفطوهم في الطياره ولا في الطمون في الامبيلانس. ولا ثاني من مشى هو ولا واحد شي ساعه ولا ساعه ونص ولا جاتني النائب ديالو حتى هو قال لك اودي حنا راه غادي نعتنيو بهم ولا كانت عندهم شي حاله اللي غنصيفطوهم نصيفطوهم ليه ولا تعالجوا هنا راه مزيان ما كانش تعالجوا اللي عندها شي حاله خطيره غنصيفطوهم ليه. اصحاب هاد الناس ديال السلطات المنتخبين الله يجازيهم بخير وخصوصا رئيس الجهه والنائب ديالو كاع والسلطه والمهم كلشي جاتي راه حطوا في الناس اللي ضربوا هنا ولات المدرسه اللي مساكن ضربوا كلهم سته بنات. فسرت لينا الطبيبه ديال اللي مكلفه بالجراحه وفسر لي الطبيب الاخر ثاني اللي مكلف بالمسائل الاخرى قال لك اودي دابا راه الذكرى عندها الدم تبدل لها هنا في الصدر ديالها غنحاولوا كيفاش نحيدوه والريه ديالها داك الكبد داك الريه ديالها واكله العصا. لكن قالوا لي الناس راه مشى عند البوليس قدم راسه والله اعلم انا ما شدوش ملي جينا تمايا ولقينا داك الشيء الطوموبيل ما لقيناهاش وهز الدراري ديال المدرسه معاه هز معاه الدراري هذوك المهم ترانسبور الله يجازيهم بخير وتنطلبوا منهم يسمعوني ويقولوا النداء اللي قلت لهم ما يبقاوش يتمشاو بهذيك السرعه وخصوصا ديك الوقت كيعاودوا يدخلوا الناس للمدرسه مع ديك الثمانيه ديال الصباح وتيكون الناس عندهم امتحانات وغادي كاين الناس اللي غادي ما مفكرين كاع تفكر في الامتحان ما راه كاع الاولى القدور داك اللي صايق هو اللي خصو يرد الاولى للناس اللي تيدوزوا على رجليهم. كاين اللي زربان مشى عليه الحال غيقطع القدرون بالزربه مشى عليه الحال على المدرسه هذاك تيجرب حتى هو تيقول خصني نلحق التلامذ في الوقت ديالو نوض بكري. يا الطفيله عندي انا خرجت مع 8 قل شي حاجه الساعه الاضافيه تقريبا هي اللي تجيب الناس ديك الزربه بحال هكا ينقصوا من الوقت ولا ينقصوا الوقت ديال العشيه ولا ينقصوا لهم وقت الاستراحه ولا ما تخصهم يجدوا واحد نص ساعه اضافيه ولا هكاك باش ما يبقاوش كلشي زربان كلشي زربان غاديه في دقه واحده وكلشي مالين الطوموبيل تيجروا مالين الماطر كلشي زربان بزاف. بسم الله السلام عليكم. تلقينا هذا الصباح هذا نبأ ديال الحادثه المفجعه اللي حدات لهاد الاطفال الصغار اللي باقيين في متناول العمر اللي تيقراو في المستوى الاعدادي السابعه كانوا جايين في هذه الطريق مع الثانيه صباحا المدرسه بإدريهم تتفاجئوا بقدوم سياره نحوهم ديال النقل المدرسي وهذا الشيء مما ادى الى وقوع الحادثه اللي راح الضحايا ديال الاطفال الصغار هما العدد ديالهم في سبعه اطفال ولا مع سته على ما اظن حيت انا تلقيت هذا الخبر هذا الصباح هذا. دابا حاليا حاله مزيانه مستقره ولكن حاله ديال الاطفال اخرين ما عندناش عليها شي اخبار ولكن غيكون الخير ان شاء الله. زاركم شي مسؤولين اليوم؟ زارونا نائبك رئيس الجهه اللي قال لنا اذا كانت شي مساعده غيقدم لنا المساعده للاطفال اللي كانت كان ممكن لهم ينقلوهم للدار البيضاء لتقديم العلاج ولا كان شي مساعده هناك على مستوى مستشفى الحسن الثاني قدموا لنا كذلك. ونشكروا رئيس الجهه اللي على المجهود اللي قدم جبار مجهود جبار اللي تيساعد في المواطنين اي واحد في العلاج والشفاء.